في قاعة لمبنى مصنع معظمه متهدم، تنضم العراقية نجلاء عبد الرحمن لمجموعة من نساء مدينة الموصل العاملات في خط الإنتاج واللائي يحاولن حياكة ملابس والعودة للحياة مجددا بما يتقاضينه من رواتب ضئيلة. واضطرت نجلاء وهي أم لثلاثة أطفال وأرملة منذ قتل زوجها في الحرب ضد تنظيم داعش في الآونة الأخيرة للخروج من الموصل بعد أن فقدت بيتها، والآن تنفق نجلاء نصف الراتب الذي تحصل عليه من عملها في المصنع على المواصلات. وبعد عامين على معركة الموصل وجدت نجلاء مثل كثيرات من زميلاتها في العمل نفسها العائل الوحيد لأسرتها. زوجي راح معي الأحداث واني هاي توفرت لي فرصه عمل، يعني من زمان اني بهذا المعمل اشتغل وهو السبيل الوحيد لي لفرصه العمل. فبعد الاحداث جينا يعني مجبرين انه حتى في قاعه صغيره انه نكمل شغلنا في سبيل ان نحصل على قوتنا. اغلب العاملين اللي تشوفهم هسه وراح تلتقي بيهم، اللي بيته مهدوم، اللي بيته متضرر، اللي فقد شخص عزيز عليه نتيجة أعمال إرهابية، يعني حاجته بالمعمل، يعني هذا الراتب اللي دايت قاضاه يعني بعض مرات ما يسد الرمق ماله، لكن هو تواصل وأمل يرجعوا للحياة. هاي 150 ألف أنا لمن أنطيها؟ للمدارس، للاشتراك، للبيت، للمولدة، هذا المواد الماكو، يعني هاي كلها عليها هاي 150 ألف، غير الله مبارك بيها ما عندنا غير هذا الراتب، احنا وعايشين بيه والحمد لله.